هذا وقد تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، رفع فيها إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم باسمه ونيابة عن جميع رجال قوة دفاع البحرين أسماء التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة الوطنية، داعينا الله العلي القدير أن يحفظ جلالته لتحقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار لوطننا الغالي، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته بدوام الصحة والسعادة وطول العمر.